شو؟ امتى رح يجي ضيوفك؟ يعني شي ساعة تقريبا. مين جاي اليوم؟ مثل العادة رياض وطالب ويحيى. واكيد رح تسهروا للساعة 2 3 ما هي؟ والله يا ناريمان حسب الجو. طيب انتوا ليش ما بتعملوا هاي السهرات عائلية؟ يعني ليش سهرات رجالية فقط؟ معك حق. وانا ما عندي مانع، بس مثل ما بتعرفي رياض ويحيى لساتهم عزابية، يعني ما عندهم نسوان. لك ما اختلفنا، بس اذا طالب جاب معه مرته ويحيى جاب معه اخته رحاب، هيك بتصير السهرة عائلية. يا ستي ماشي الحال. راح اقترح عليهم هالاقتراح بالسهرة الجاية، منيح هيك؟ هلا قومي على المطبخ وشوفي لي شو اخبار البوفيه. حاضر. بامرك اسعد بيك. شو قلتي رحاب؟ رح تغيري رأيك وتجي معي على السهرة ولا شلون؟ لا معلش يا أخي، روح أنت لحالك، أنا مو كتير بغضمها لناريمان مرت أسعد. ليش؟ ما بعرف، بحس كأنه في عندها نظرة فوقية وكتير كتير قابضة حالها. ليش جوزها عنظام؟ كمان التاني كل ما زادت ثروته كل ما له راسه عم يكبر وعم يرفع مناخيره للسماء ومفكر انه بيقدر يشتري الكون كله بمصاري. طالما هيك انت ليش رايح تسهر عندهم؟ انا مو رايح من شانه، انا رايح مشان طالب ورياض لانهم كتير ضغطوا علي مشان روح. بدك تتأخر تقبرني؟ يعني اذا ما علقنا بشي برتية تشدي رح ارجع بكير، يعني على الوحدة وحدة ونص. شو هالحكي؟ وحدة ونص بكير؟ منيح اللي مانك متجوز، لأنه مرتك أكيد أكيد ما رح تتحمل هالوضع. ها ها يسلم تمك، ومشان هيك أنا ما تجوزت، لأني ما بحب حدا يقيد لي حركتي. يلا أختي بدك شي؟ لا سلامتك تقبر قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا من كل عالك عم تحكي؟ تفضلوا تفضلوا. طبعا هي قناعتي. يا حبيبي القناعة لازم تكون مبنية على الموضوعية والمنطق. يا أستاذ أسعد، يحيى محامي قديم ومعظم قضايا اللي عم يستلمها جنائية، بجوز اكتملت قناعاته من احتكاكه بالمجرمين والمتهمين. كلام رياض مزبوط 100%، ولا شو رأيك يا يحيى؟ طبعا هذا شيء أكيد، لأنه مهنتي كمحامي بتخليني استشعر واستشف آراء الموكلين سواء كانوا أبرياء ولا مسلمين. يعني بفهم من كلامك إنه حكم الإعدام جائر وبشع؟ طبعاً، شو عم نحكي لكان؟ يعني مو من السهل أبداً إنك تلغي حياة إنسان بقرار أو توقيع الورق، ولها سبب في كتير من دول العالم عم تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن المؤبد. صحيح كلامك، في كتير من الدول ألغت عقوبة الإعدام ودول تانية عم تسعى للإلغاء. إيه بجوز، بس هذا مو تصرف إنساني أبداً. أوف، وشلون مو إنساني بقى؟ هات لشوف. طبعاً مو إنساني، لأنه السجن المؤبد أصعب بكتير من حكم الإعدام. الإعدام موت سهل وسريع، يعني بثواني بينتهي الإنسان من كل عذاباته بالحياة، بينما السجن المؤبد بيخلي الإنسان يموت 100 موتة باليوم. يا أستاذ أسعد، أنا مو من رأيك، لأنه مهما كان الظروف الحياة قاسية ومهما كان السجن مظلم وموحش بتضل الحياة حلوة. شو هالحكيات؟ بيضل شعور الإنسان بأنه لا يزال على قيد الحياة وبأنه في شمس عم تشرق وتغرب ولو ما شافها، بيضل شعور ساحر وحلو. صحيح عم ينحرم بالسجن المؤبد من أشياء كثيرة، بس كله بيهون قدام الإبقاء على حياته. حياته يا أستاذ حياة مو مسخرة، يعني قد ما كان بيضل عند الإنسان عقل عم يفكر وخيال عم يسرح وشعور عم يتأجج وانفعالات وآمال واسترجاع ذكريات واستعراض طموحات محاسبة ذات. انت قول بجوز الانسان يتأمل بشي عفو مثلا، او مثلا تتغير الظروف يخففوا له الحكم يعيدوا له محاكمته. لك شو هالعلاقة المصدي هاد؟ انا عم ناقش الفكرة بالمطلق، ليش عم تسطحوا النقاش وتتوقفوا عند التفاصيل؟ ما عم نسطح نقاش، بس مع احترامي لرأيك يعني بتضل الروح عزيزة والحياة غالية يا اخي. لا يا سيدي كلامك مو صحيح، والدليل على صدق كلامي انه معظم سجون العالم بياخذوا احتياطات شديده مع الناس المحكومين بالسجن المؤبد حتى ما ينتحروا، وانا واثق تماما انه اي واحد محكوم بالسجن المؤبد ما بيتوانى اطلاقا انه يوضع حد لحياته بالانتحار عند اول فرصه بتصح له. لك يا استاذ اسعد، يا استاذ اسعد افهمني مشان الله، انا دارس علم نفس جنائي وعلم النفس الجنائي. هلا من شان الله اتركني من علمك النفس الجنائي واترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل.
هلا انت لا سمح الله ارتكبت جريمه كبيره وخيروك انه يحكموك بالاعدام او السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلا انت ليش عم تسال اسئله صعبه يا استاذ اسعد؟ نحن اولا واخرا بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه يجاوبني على سؤالي. اتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي اختار يعني؟ المؤبد طبعا، ما احلاني وعم اقول له تعالوا اعدموني، ليكوا على الحكي الفاضي ليكوا. يا حاجه بقى انت عم تحكي الحكي لانك ما جبرت السجن. ليش ضروري يا اسعد؟ سمعنا طالب، وانا واثق من ثالث او رابع سنه رح تصرخ وتقول دخيلكم يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشه. وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد؟ لانه الشغله بالعقل مو بالحماس الفاضي. شوف يا استاذ اسعد، كونك ملياردير ومعك مصاري كتير لا يعني ابدا انك ملكت المعرفه بالنفس البشريه وبتفهم بكل شيء. يعني انت اللي بتفهم؟ لا انا ما عم بدي افهم، بس انا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي. ولك يا يحيى صحيح انا ماني دارس ومثقف، بس بالرغم من جهلي قدرت اجمع الملايين. اما انت يا حسره مثقف وفهمان وبالرغم من هالشي عايش اندبوري وبتبكي على الفرنك. ولا تنسى انه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار. اسعد ارجوك لا تغمق بالكلام وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك، ما في ضرورة للشطات. يا جماعة طولوا بالكم، ليش محتبدين على بعضكم كل الآن؟ خلونا سهرانين ورايقين، ليش هيك عم توتروا الأجواء بلا مبرر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا بشي وصرنا بشي، أنا آسف. ولا يهمك أستاذ أسعد، آسف على شو ما صار شي. المهم خلينا بموضوعنا، أنت قلت يا أستاذ أسعد أني ما بقدر أتحمل 3-4 سنين سجن وبعدين بصير بتمنى الموت، مو هيك؟ طبعاً. طيب شو رأيك إذا قلت لك إني مستعد أقعد بالسجن 15 سنة وما فكر فيها بالموت لحظة واحدة؟ هلا رح نرجع نفس الموضوع. خلاص يحيى، ليه بصفحة وخلصنا بقى؟ لحظة يا جماعة، أنت من كل عقلك بتقدر تنسجن 15 سنة بدون ما تطلب الموت؟ ليش لا؟ طالما عندي عقل وإرادة. أنت هيك عم تقول؟ نعم، وبتحداك. بتم المليان على رؤوس الأشهاد. ماشي الحال، بتراهن؟ وعلى شو بده يراهن؟ أنا مستعد راهنك يا يحيى على 250 مليون ليرة سوري. نعم 250 مليون؟ ما فهمت عليك، مقابل شو عم تراهني أنت؟ مقابل أنه تسجن حالك 15 سنة متواصلة. يسجن حاله؟ شو بدك اياه يرتكب جناية يعني؟ لا مو هذا القصد. شو قصدك لك؟ أنا بسجنه عندي. بقى شو قلت يا يحيى؟ عفوا أسعد، أنت عم تحكي جد ولا عم تتبهور بهورة؟ لا أبدا، أنا عم بحكي جد وكلامي مثل السيف. يعني أنت هلا عم تعرض علي عرض وأنا ناطر جوابك. لك شو صاركم يا جماعة؟ شو السهرة المكركبة هاي؟ يا أخي ساولنا شاي، خلينا نشرب شاي، نعب شدة. أسعد نعم أنا موافق. هلا بلا غلاظة يا شباب مشان الله. مو حلو هيك مزح أستاذ أسعد. معلش يا شباب، أنا قبلت الرهن وبكرة بتشوفوا شلون بدي دفعوا 250 مليون وهو عم يضحك ويلعب. ما في مانع وأنا عند كلمتي، بس أنا كمان إلي شرط. شو هو بقى؟ أنا راح أحبسك عندي هون بالأبو وحط حارس على بابك، وخلال هالخمستعشر سنة ممنوع حدا يشوفك أو أنت تشوف حدا، وبالمقابل أنت حر. شلون يعني أنا حر؟ ما فهمت عليك. يعني أنت ما بتطلب من الحارس يفتح لك باب السجن لحتى تطلع منه رح يفتح لك يا بدون تردد، بس بهالصورة يعتبر الشرط لاغي حتى لو طلعت قبل انتهاء المدة بربع ساعة. ما في مانع، بس أنا إلي شرط كمان. شو هو؟ بدي اياك تأمن لي كل طلباتي لجوا. طلبات شو؟ لازم نحدد هالشي بدقة. ولا تنسى انك بدك تفوت على سجن مو على فندق 5 نجوم. انا ما بدي منك الا شوية كتب حتى اتسلى فيه. تكرم عينك. شاهدين يا جماعة، بس انا بفضل نكتب وراء بهالشي هاد. اعمل يلي بتلاقيه مناسب، انا موافق. يا جماعة وفونا هالمهزلة، شو جايين نسهر ولا نتحدى بعض؟ شو هالليلة المكركبة هي يا حيان؟ خلصونا من المهزلة بقى.
لا 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 لا، انا حكيت كلمه ومستحيل ارجع عنها. بعدين الصفقه محرزه، 250 مليون ليره ب 15 سنه، ما صحت لجدي. وانا كمان عند كلمتي. وها هاي الشيك ب 250 مليون ليره سعودي. هذا الشيك بيضل مع واحد منكم، وإذا استمر بسجنه 15 سنة تعطوه إياه، بس إذا بيطلع قبل ساعة من انتهاء المدة ما إله عندي شيء إطلاقاً. لك ليش عم تزوروني؟ لا تنسوا إنه أنا عم راهن على ثروتي. صحيح أنت عم تراهن على ثروتك، بس أنا عم راهن على حياتي كلها. ليش هيك عم بتساوي يا يحيى؟ لك انت جنيت؟ لك مشان الله فهموني، حدا بيروح على الحبس على رجليه؟ بوز ايدك، حاكيني فهمني، انت شو عم تعمل بحالك؟ معلش يا رحاب، المغامرة بتستاهل. بعدين اعتبريني رايح اتغرب شي 15 سنة، يا قسما بالله لو سافرت على المريخ مستحيل اقدر طالع هيك مبلغ. بعدين بيني وبينك، ال 250 مليون من ايد ابو اسعد بيساوي عندي 100 مليار. بدي ورجي له المغرور كيف رح شلحه نص ثروته بقوة إرادتي. بس يا يحيى، يا قلبي أنت مانك مضطر، إحنا عايشين بنعمة والحمد لله، مو ناقصنا شيء. اللي ناقصنا شيء مستورين والحمد لله. بترجاكي ريحاب لا بقى تناقشيني، خلص أختي، قلت لك اعتبريني راح أتغرب 15 سنة، خلصت يا أختي. بس اللي بيتغرب يا أخي بيبعت مكتوب، بيحكي تليفون، بيبعت شريط فيديو، لك بيجي زيارات، مو بينقطع 15 سنة أتعبت. مشان الله أختي لا تزعلي، والله ما بيهون عليه بزعلك. هو بجوز كون عم أظلمك معي، لأنك رح تكوني لحالك بغيابي، وأنت الوحيدة اللي رح تدفعي الزمن هالفكرة الشيطانية. بس صدقيني يا أختي، رح عوضك، والله العظيم رح عوضك عن كل يوم، عن كل ساعة، عن كل دقيقة قضيتيها وأنت عم تنتظريني. بس الشغلة بدها شوية إرادة وصبر. وأجار الدكان اللي عندك ممكن يعيشك عربين ما أرجع لك وعمر لك أحلى قصر بأحلى مكان. لا تبكي يا أختي، لا تبكي، صدقيني ما عندي أغلى منك بهالحياة. بس أختي هيك الله كتب، وراح أرجع لك سالم غانم بإذن الله، ولا يهمك حبيبتي. اللي بيروح ما بيتعود يا يحيى. على كل حال أنا إلي رب ما بينسى. إنه أنا اللي بدي أفهمه شغلة واحدة بس، أنت شو جايك من ورا كل هالقصة؟ بدي كسر راسه ليحيى، لأنه رافع مناخيره زيادة عن اللزوم، ومفتكر إنه هو أفهم واحد بالدنيا. لك منشان تكسر له راسه بتخسر حالك 250 مليون؟ ها سعد شو صار لك؟ جنيت أنت يعني جنيت؟ لك صدقني يا ناريمان، أنا ما راح أغامر بشيء. يعني فكرك يحيى راح يصبر على سجن اختياري 15 سنة؟ والله ما بعرف. بيجوز يصبر. مستحيل، شو عم تحكي انت؟ هذا اسمه سجن، انت مستقلة كلمة سجن؟ يعني ممكن يصبر شي شهر زمان، وبالكتير سنة، وبكرة بتشوفي. ايه بس انا اللي بعرفه عن يحيى انه كتير عنيد وراسه يابس، يعني اذا حط شغلة براسه بده ينفذها مهما كلف الامر، حتى لو كان على قطع رقبته. قد ما كان عنيد، الشرط يلي حاطط له اياه خارج عن قدرة البشر، ويحيى بشر. يعني إلا ما يمرق بلحظة ضعف ويحمل حاله ويطلع من سجنه. والصعب بالموضوع إنه رح ينسجن بإرادته ورح يحصل على حريته بإرادته. يعني تخيلي إنسان قاعد بسجن بابه شبه مفتوح، وبينه وبين الحرية 10 خطوات، وما عم يقدر يتخذ قراره ويجتاز ال10 خطوات، بقى شلون بدها تكون حالته؟ معناها أكيد بده يجن. محتمل، بس بيكون جنى على حاله، لأني أنا ما ضربته على إيده وقلت له تعا سجن بالقوة. ما بعرف شو بدي إقلك يا أسعد، يا خوفي يتحيوان ويتنح ويقعد المدة كلها وبالأخير يلطش منك ال 250 مليون وأنت عم تضحك وتلعب. ساعتها مو هو اللي بده يجن، نحن اللي بدنا نجن. لا حبيبتي، اطمني، جوزك بجن بلد. يلي عم بصير مهزلة حقيقية يا طالب، يعني معقول نضل نتفرج عليهم وما نعمل شيء؟ ما عاد يطلع بإيدنا نعمل شيء يا رياض.
أنا اليوم حكيت مع أسعد ومع يحيى كمان، اثنين مصرين على تنفيذ الرهان. إيه بس هذا اسمه جنان رسمي. ما اختلفنا يا أخي، جنان جنان، بس شو بنعمل؟ نمنعهم بالقوة يعني؟ لا طبعاً، بس إلا ما يكون في حل. على كل حال، أنا مالي متوقع الشغلة تمط كتير. بكرة يحيى بيقعد له كم يوم لحاله بيلقبه وبيحمل حاله وبيطلع، لأنه مستحيل يتحمل أكثر من هيك. هيك قلتك؟ إيه طبعاً، ما بدنا اثنين يحكوا فيها. الحرية غالية وما بتتقدر بثمن يا رياض. ايه يا اخي يحيى، هاي السجن تبعك شو رأيك فيه؟ 5 نجوم ما هيك؟ 5 ولا 10 بضل سجن. طيب شوف يا يحيى، هاي آلة الأورج وآلة العود تركت لك ياهن لأنه بعرفك بتحب الموسيقى، وهي المكتبة كلها تحت أمرك، وإذا احتجت لكتب إضافية ممكن تكتب لي أسماءها أو تبعت لي إياها مع الحارس. ومين رح تحط حارس؟ في عندي شاب اسمه وضاح، هو رح يكون صلة الوصل خلال هال15 سنة بيني وبين يحيى. إيه أستاذ يحيى، بتحب نبلش نعير الوقت من هلا؟ ليش لا؟ مثل ما بتريد. طيب هلأ الساعة 12 الظهر تماماً، يعني الساعة 12 الظهر بعد 15 سنة بتنتهي مدة الرهان، يعني يوم 9 أيلول عام 2001 الساعة 12 الظهر إن شاء الله بنلتقي. وهو كذلك. بستأذن أنا، وإن شاء الله بشوفك بعد 15 سنة يا يحيى. وانتو شباب معكم 5 دقايق بس لحتى تودوا. يحيى اسمع مني، خلينا نطلع سوا بترجاك. اذا بتريد رياض الموضوع انحسم، وان شاء الله بشوف وشكم بعد 15 سنة. رح نشتغلها كتير يا رياض. موفق ان شاء الله. ما كنت متصور انه نفترق هيك بهالسهوله هي. معلش هيك نصيبنا. يلا يا جماعه، هلا اذا خلصت 5 دقائق وما طلعتوا وقطعتوا حجه للسيد اسعد يلغي الرهن. يلا تفضل. يلا يلا، السلام عليكم. فاتك. يلا بنستأذن استاذ اسعد. خلونا نتغدى سوا. معلش غير مره ان شاء الله. دير بالك، ما بدك توصاي على سجينك. خلاص اعتبروه قاعد بحضن امه وابوه. يلا السلام عليكم. يلا سلامات. مع السلامه يا شباب. مع السلامه. البرنامج اليومي للاسبوع الاول، الاستيقاظ في 10، تمارين رياضية ساعة كاملة، استرخاء واستماع للموسيقى مع تناول الإفطار حتى 1:00، من 1:00 وحتى 2:00 حلاقة ذقن. حلاقة ذقن؟ أريد 1:00 لحلاقة الدقن، لازم أستهلك الوقت أكثر من هيك. من 1:00 وحتى 2:30 حلاقة ذقن. من 3:00 وحتى 5:30 تناول الغداء مع قيلولة. من 6:00 حتى 8:00 عزف. من 8:00 وحتى 11:00 ليلا مطالعة. موعد النوم 11:30.
هيك معقول كتير. تفضل. إذا سمحت، اعتبارا من بكره بدير فطور الساعة 11:30 والغدا الساعة 3 والعشاء الساعة 8:30. شو بك؟ ليش ما عم تحكي؟ أبدا. هلا وين؟ ها؟ أيوة. أبا با 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 با. لا سلامتك. الله معك. العمى. العمى شو لقيمة الزلمة؟ حاطط لي حارس أخرس حتى ما أحكي معه؟ بس مو مشكلة. مستعد أحكي مع حالي 15 سنة. وين صرنا بالبرنامج اليومي يا ترى؟ خليني هلأ أكتب برنامج المطالعة للسنة الأولى. الشهر الأول قراءة روايات دوستويفسكي. الشهر الثاني تشيكوف. الشهر الثالث جنكيز إيتمتوف. ولا خليني خصص 6 شهور الأدب الروسي كله بدون تحديد. بيستاهل الأدب الروسي 6 شهور، والست شهور التانيات بقرا فيهم مختارات من الأدب العالمي، وهي رح أكتب قائمة بأسماء الروايات المطلوبة. قال لك شيء؟ لا، بس حدد مواعيد الوجبات الثلاثة. أوعاك أوعاك تغلط وتحكي قدامه كلمة وحدة. بدي إياه ضل مفكرك أخرس، مفهوم؟ مفهوم. يعني ما بدي تحكي وتاخذ وتعطي معه حتى يمل ويطلع بسرعة. طيب وإذا إجا يطلع أمنعه؟ أوعى. بالعكس، بتفتح له الباب وبتجي بتبلغني فورا. ماشي، يلا روح على شغلك. حاضر. شو الأخبار؟ ما في شيء، بس الأخ طالب إنه ياخذوا له الوجبات الثلاثة بأوقات محددة، يعني كأنه قاعد بأوتيل 5 نجوم. إيه بيطلع له، مو أنت وعدته تنفذ له كل طلباته؟ إيه، خليه يتفقس على كيفه وخاطره، وبدي أشوف آخرته معه. فين صوتك الحلو الرنان يخفف الأشغال عني؟ انت سمير بين الخلان يرتاح مع بالي وبني. يسلم وديات. تفضل. شكرا. لك شوفوا شو طالب أخونا بالله، قال بده 40 رواية دفعة واحدة. لك إيه بتبدو يقراهم؟ ها معناته هذا الزلمة محضر حاله لإقامة طويلة. أعطيني بابا لأشوفها. كل روايات روسية. هي شو يعني؟ شو يعني؟ هذا مبلش بالأدب العالمي من الشمال للجنوب. شو يعني؟ معناته لا يوصل للأدب الأمريكي بده 5 سنين بكل رياح. لا ما بظن يا سيدي، بعد 10 رواية بدها تضيق اخلاقه ويمل. لك شو فاتح له مركز ثقافي انا؟ شح، لسه الساعة 5، يعني ما قعدت بالحمام غير 2:30 قليل هيك، لازم الحمام يستغرق معي 4 ساعات على الاقل. طيب اذا قلنا 3 حمامات بالأسبوع ضرب 4 بيطلع 12 ساعة بالشهر 48 ساعة، يعني من كل شهر بيروح 2 بالحمام، معناها من كل سنة بيروح 24 يوم، من 15 سنة بيروح سنة كاملة. ممتاز كتير،
معناها أنا ممكن أقضي سنة كاملة من محكومتي بالحمام. ادخل فوت وضح. هذول الروايات اللي طلبتهم؟ مظبوط، هي أعمال تشيكوف. وهذا دوستويفسكي. مظبوط، هذا مكسيم غوركي. مظبوط، هذول روايات تولستوي. هاي قصص إتماتوف. مظبوطين، حطهم مع جنب. أبا هدي بابا. لا لا لا، ما بدي شيء، سلامتك. أبا يسلموا إيديك. ست شهور ما بعرف بهالحالة، يا ترى خسرت شهرين؟ شغلة بتحير فعلا، ما بعرف. بغني بصوت عالي؟ ما بعرف يا بيك، حاسس وضعه مو طبيعي، هي أول مرة بيعلي فيها صوته. معناتها قربت. تعال أقول لك، تعال. الله وكيلكم يا جماعة، هلكني بطلباته. إيه ما ترك رواية بالأدب العربي ولا العالمي إلا وطلبها. وفي كتب مو متوفرة هون، عم بضطر جيب له إياها من بيروت. بس هذا يا أستاذ أسعد أحد شروط الرهان. هلأ معقول يلحق يقرأ كل هالكتب بهالسنتين زمان؟ وليش حتى ما يلحق؟ قاعد لا شغلة ولا عملة. هلأ صار له سنتين، معقول؟ حبيبي صار له سنتين وشهرين. يا لطيف على الأيام كيف مضيت بسرعة. يعني غمض عين فتح عين بتلاقي مضوا 15 سنة. لك الله لا يقدر، شو عم تحكوا انتو؟ شو ناويين تخسروني ساروتي؟ الحق عليك، مو انت اللي غامرت بهيك مبلغ؟ على كل حال لسه بكير على الحكي، لسه قدامنا 12 سنة وعشر شهور. هدول عمر مو ضحكة ولعبة. Thank you.
يا حبيبي على هالتفقيس، بالفعل هالزلمة فايق ورايق. شو عم يطلب منك كمان؟ بده كتب لتعلم اللغة الفرنسية والألمانية مع كاس هتار. وليش بقى فرنسية وألمانية؟ لأنه بيعرف إنجليزي، على ما يبدو بده يتعلم لغات تانية بهالقعدة الفاضية عنده. والله برافو عليه. برافو عليه، إيش وفاتح له معهد لغات أنا؟ بزيط. خذ شوف في هالكتب منين بدي أمنها، خذ. ولا يهمك، أنا بدبر له ياهم، ولا يهمك. Il y a 10 voitures. Il y a 10 voitures. Il y a 10 autos. Il y a 10 autos. Il y en a 10. Il y en a 10. La première leçon. La première leçon. Qu'est-ce? J'ai le rhombe. Quasiment. Très bien logé. Très bien logé. En haut, une domestique. En haut, l'une domestique. Khadime. Vu de près. Vu de près. De vue près. Manzour. Vu de loin. En point. Attrayant. Attrayant. Je zappe. À demain. وشك ولا ضو القمر. كيفك نارمان خانم؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضلي ارتاحي. قولي لي كيف اجينا على بالك؟ والله انتو على البال دايما يا نارمان خانم، بس الحقيقه يعني انا قصدتك بخدمه وبتمنى ما تفشليني، يستر على عرضك. والله اذا بقدر اخدمك ما راح اقصر ابدا، تفضلي. بذمتك يا نارمان خانم، هاد اللي عم بيصير مو حرام؟ معك حق، بس يا ريت يطلع بايدي شيء. لا، ومن جهة تانية أخوكي معند و... لك أنا ما بدي شي غير إني شوفه، خليني شوفه مشان الله. والله اشتقت له، صار لي 5 سنين ما شفته. صحيح، بس طيب بجوز من الله هالحكي؟ 5 سنين ما شوف أخي الوحيد ولو دقيقة واحدة بس، وين صارت هاي؟ يعني لو كان قاتل قتيل أو عامل جريمة كانوا سمحوا لي بزيارته، ليش عم تعملوا معي هيك؟ ليش؟ يا رحاب، انت بتعرفي انه الشرط اللي بين اسعد ويحيى انه ما يشوف حدا كل فترة السجن. شو هالشرط هاد؟ كلام منزل؟ والله فحم قلبي على ما اشوفه. حرام عليكم يا ناس، مشان الله حاكي لي اسعد بيك، بركي بخليني اشوفه ولو دقيقة واحدة. خلص تكرم عينك، انا اليوم بفتح الموضوع مع اسعد وان شاء الله بصير خير. طولي بالك انت. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا نريمان؟ ايه بس ما بيجوز هيك، يعني انت بأي حق عم تحرم اخت من شوفة اخوها؟ انا ما دخلني، هو اللي اختار هالشي. صحيح، بس انا مالي متخيلة ابدا انه قلبك قاسي لهي الدرجة. هلا انا قلبي قاسي؟ ليش ما بتقولي الاستاذ يحيى هو اللي قلبه قاسي؟ اصلا لو كان في ذرة شفقة ورحمة على اخته كان طلع من زمان. لك يخرب بيته شو طلع طماع وبيحب القرش. لك العمى بقلبه هي صار له 5 سنين قاعد ومسترطب، يعني تلت المدة، وبدك ياني يبعث له اخته؟ اصلا لو كان مشتاق لاخته كان طلع من زمان. يعني ما في نتيجه؟ لا ما في نتيجه، وبتمنى انه ما عاد تفتحي هالموضوع بنوب. خلص اسعد، خلص مثل ما بدك. شو بدك انت الثاني؟ مو انا اللي بدي، الاستاذ. يا حبيبي، كتب لتعلم اللغه الاسبانيه، هذا اللي كان ناقصني. نحن قاعدين عم نتقلى والأخ قاعد عم يتسلى. شو فاتح له معهد ألسن هون أنا؟ روح شوف شغلك، روح. حاضر. لازم أعدل البرنامج اليومي.
المفروض يصير فيه الساعة 8 مو الساعة 9. حتى الحمام بكفي نص ساعة. هالوقت اللي بزيد بستغله بالقراية. لازم هالسنة اتقن اللغة الروسية، لازم. أصبح يصير البرنامج على الشكل الآتي: الاستيقاظ الساعة 8 من 8 إلى 8:30، تمارين لياقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إمتى ما أتيت؟ امبارحة بالليل. طيب وإمتى الدفن؟ بعد الظهر إن شاء الله. المسكينة ماتت قبل ما تشوف أخوها. شو رأيك؟ نخبره ليحيى؟ طبعا لازم نخبره. قلتك بيقبل يطلع مشان يحضر الجنازة ولا لا؟ إيه قوم لك قوم لك. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا لازم أقوم بالواجب، ولذلك أنا علي تكاليف العزاء والطلعة والجنازة. ما بكفي هيك أسعدك؟ شو قصدك؟ ولو كلك نظر، يعني معقولة يحيى ما يحضر جنازة أخته؟ ويحضر مين ماسكه؟ يعني بتسمح له يطلع يحضر جنازة أخته ويرجع؟ لوين بده يرجع؟ متى ما طلع خطوة وحدة برات الأبو بيخسر الشرط. بس هذا مو عادل يا أستاذ أسعد. ليش مو عادل بقى؟ مكتوب بشروط العقد إنه بحق له يطلع لما بيموت حدا من قرايبينه؟ لا مو مكتوب. إيه خلاص، خلينا متقيدين ببنود الاتفاق بيكون أفضل. بس يا أسعد بيك المسألة إنسانية. شو قصدك يعني؟ أنا ما عندي إنسانية؟ لا مو هيك القصد، بس حبيبي نحن ما عم نلعب، هذا سجن ويحيى سجين. هلأ واحد محكوم وعم يقضي محكوميته، بيخلوه يطلع من السجن إذا مات حدا من قرايبينه ليحضر العزاء؟ لا طبعا ما بيخلوه. خلص هاي مثل هاي. بعدين إذا بتريدوا، الوضع صار حساس وصعب كتير. هلأ بالحساب إله عندي 8 سنين ما قال أخ. إذا بدي أعطيه يومين لحتى يطلع ويتنفس فيهم، بده يرجع يكفي 7 سنين على رجل وحدة، والشغلة فيها 250 مليون ليرة، يعني ثروتي كلها. فإذا بتريدوا لا تحرجوني. ماشي الحال مثل ما بدك. شو رأيكم خبره ولا لا؟ أنا رأيي ما نخبره بدون ما نزيد على قلبه، وبلا ما يزعل ويمئته وجوه، وبركي عاتبنا وأطلع. سيدي لوقت فرج ورحمة. هلأ خلونا نقوم ونشوف ترتيبات الجنازة والعزاء. تفضلوا. لحظة، عن إذنكم دقيقة واحدة بس. تفضل. يا وضاح وضاح، امسك ورقة هالنعوة وعطيها ليحيى. ليش مين مات؟ لك شو بدك بها الشغلة؟ عطيها وارجع لعندي. حاضر. يلا. تيخة، هدوء، مياخشي بخفة، ديفوشكا ديفوشكا. فتاة فوت وضاح. سباسيكا شكرا. ستراتسي ديبراوترو ستراتسي ديبراوترو. أهلين وضاح، جيت وقتك. قل له لأسعد بيك بدي 40 جزء من كتاب قصة الحضارة، بس بدي اياهم بالإنجليزي، هو بعت اياهم بالعربي ما بيشتغلوا معي. مع مين عم بحكي أنا التاني؟ سيف. قصة الحضارة ويل ديورانت بالإنجليزي. أبا أبا ماشي الحال، يعطيك العافية. سامحيني وليه عن هربي عليك يا أختي،
أيامك كنت أغلى إنسانة على قلبي. يا أختي الحبيبة، يا عيوني أنت. يا أختي الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا أختي. شبك يا سعد؟ ليش هيك قاعد لحالك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ صار لك أكثر من ساعتين على هالحالة. شو بدك يعني أعمل؟ قوم أرقص يعني، من شان الله تركيني بهمي. قلت لك من الأول، بس أنت ما كنت تسمع كلامي. لك العم على هالحالة، مو بقيان إلا أسبوع وبدي أدفع للزلمة 250 مليون ليرة، بتعرفي شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح نصفي على الحديدة، وأنا ما بقيان من أملاكي إلا 200 مليون ليرة، يعني بهالحالة بدنا نضطر نبيع الفيلا. شو هالحكي هاد؟ ليش وين راحوا مصاريك؟ شو نسياني إني خسرت 50 مليون بصفة السكر، ورجعت خسرت 20 مليون بصفة السيارات، هذا غير الملايين اللي راحت وقت حرب الخليج. ولك العمى، العمى بقلبه شو عنيد. صدقيني كل شي توقعته إلا أنه يصبر 15 سنة على السجن. رح جمي أنا ريحة، رح جمي الأستاذ يحيى، رح يشلحنا كل مصرياتنا وكل أملاكنا. يعني بعد أسبوع هو رح يصير مليونير ونحن رح نصفي على البلاطة. خرجك الله لا يقيمك، هذا كله من عنادك وطيشك وغبائك. أنا غبي؟ أنت عم تحكي معي هيك؟ لك غبي بستين غبي، حاجة مسخرة بقى يا. لا انت بدي ضل عم بصبر عليك، انا رح تفقع مرارتي وصار لازم احكي. بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي طالعتك وخليتك تراهن بهيك مبلغ. بس شو الفائدة هلا؟ شو الفائدة؟ الغرور عمى قلبك وهي النتيجة، ضيعتنا وغرقتنا وصفيتنا ما انسحب الاراضي. بدل ما توقفي جنبي وتآزريني عم تحكي معي هالحكي؟ لا صحيح، معك حق، كثير لا بقلك مين يوقف جنبك، انا اصلا ما عاد اقعد لك بهذا البيت ولا لحظة، خليني اطلع هلا بكرامتي، احسن ما انزل بكره بالشوارع. عن اذنك. ايه طالب، قديه صارت معك الساعة؟ 10:30. معناتها بقيان للموعد ساعة ونص. بتعرف يا طالب، ماني مصدق انت شوف يحيى. وانا كمان، صدقني امبارحة ما نمت الليل وانا عم فكر بهاللحظة. فظاعة، هالخمستعشر سنة مروا مثل المنام. علينا مروا مثل المنام، بس المسكين يحيى بيكون شاف الويل بهالخمستعشر سنة. ايه سيدي، كمان الميتين وخمسين مليون بيستاهلوا هيك تضحية، يعني دخلك شو جانا نحن بهالخمستعشر سنة؟ قلتك لسانا مثل ما نحن، لا رحنا ولا انطرحنا. يلا يلا خلينا نمشي.
شو اسعد؟ كأنه مالك حاسب حساب هيك يوم. امشوا ننزل الهني يحيى بفوزه بهالريال. لسه بقي ربع ساعة. لسه ما صارت 19. يعني اللي قعد 15 سنة رح تفرق معه ربع ساعة. لعمة بقلبه بقعدته. لك سطوري صرت اترك الباب مفتوح بركي بيغري وبيطلع. بس عبس. ما في نتيجة. قاعد ومتنح. لك يا جماعة حتى وضاح ما عاد لطرق. صار يتركه لحتى يمشي وهو ثابت على موقفه. يخرب بيته. يخرب بيته لهالزلمة. يخرب بيتي. يخرب بيتي. ايه تفضل استاذ اسعد. خلينا نفك اسره ونهنيه بالسلامة. لسه باقي 10 دقائق. يا سيدي منتظرها تحت. قوم لقلك. قوم. الباب مفتوح. الباب مفتوح يا جماعة. الباب مفتوح. يحيى. 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 يحيى طلع عمي البنت. يحيى. 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 بنت بربع ساعة. أنا رحت الرهان. وضح. وضح. نعم نعم يا بيك. وين يحيى؟ ما بعرف. أنا رحت أكل وإشي ما لقيته. معناته أنا كسبت الرهان. ما في كلام. صديقي المليونير أسعد، لم يكن هدفي عندما استضفتني في سجنك إلا النيل منك ومن ثروتك والحصول على هذا المبلغ الضخم الذي اتفقنا أن تدفعه لي عند انقضاء 15 عاما، وصبرت في سبيل تحقيق